إدارة مجلس إدارة بتروجيت قال إن احنا متمسكين بجيمس بيكلي، خصوصا إنه لاعب ملتزم جدا، لاعب مفيد جدا للفريق. طارق يحيى كمان داخل السنة دي مش عايز يهزر، عايز يعمل اسم البتروجيت أو يحطهم في المكان المناسب لبتروجيت. كنا بنلتقي معاه الموسم اللي فات دايما بعد المباريات، وكان بيقول إن أنا إن شاء الله استنوني السنة الجاية هعمل حاجة مميزة لفريق بتروجيت. تحديات كبيرة جدا في الدوري المصري السنة الجاية يا جماعة، عايزة نفس طويل وعايزة احترافية شديدة في التعامل الإداري والتعامل الفني أيضا. عشان كده الكابتن طارق يحيى قال لا نية لبيع جيمس بيكلي بعدما أبدأ اللاعب كمان رغبته في البقاء مع بتروجيت. طيب عشان نعرف كمان مزيد من التفاصيل، معايا النجم الكابتن طارق يحيى المدير الفني فريق بتروجيت. أهلا وسهلا بيك يا كابتن. جميل، ازيك يا حبيبي؟ كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا جميل، متفهمش مني. ان شاء الله تكون سنه سعيده عليك، ويكون يعني اعداد جيد تقدر تعمل بيه اللي حضرتك عايزه زي ما قلت لي السنه اللي فاتت. ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله. الامور الحمد لله كويسه، وربنا يسهل ان شاء الله، ما تفهمش مني جميل. والحمد لله على كل حال، يعني الامور ماشيه بشكل جيد الحمد لله. كنا في معسكر الاسماعيليه هنا امبارح، وان شاء الله باذن الله هنكمل من يوم الجمعه لغايه يوم ان شاء الله باذن الله الثلاثة اللي بعديه عندنا معسكر. ابن يا كابتن ده خالص ليه؟ في حاجة ولا ايه؟ لا والله مش الكابتن طارق اللي هو بيدخل عليها كده يعني الوينج ليفت الجامد بيدخل عليها في الاستوديو جامد. لا ما اخترتش حرب، لو انت دخلت عليك حبيبي يا كابتن. يعني لسه كنت بتكلم على جيمس بيكلي، وبتكلم على اصرارك على بقاء جيمس بيكلي، خصوصا انه لعيب مهم جدا لحضرتك والفريق بتروجيت. اكيد طبعا، بيكلي من اللعيبه المهمه جدا، وادى معانا موسم يعني من ساعه انا ما استلمت الفتره اللي هي من يناير، يعني ادى معايا ماتشات كويسه وكان عنصر مهم جدا عندنا. انا بس يا كابتن عايز اسالك على حاجه، انا اسف ان انا اقطعك، عندنا شملس بيكلي وعندنا جيمس تيدي. لا جيمس تيدي مش عندي، جيمس تيدي مشي قبل انا. اكيد يبقى احنا بنتكلم في شملس بيكلي مش جيمس بيكلي. جيمس بيكلي شملس بيكلي. تمام كده، انا اسف. اتفضل يا كابتن. الولد يعني لما انا توليت المسؤوليه كان هو بيمر بظروف نفسيه شويه صعبه. انت عارف النادي الاهلي كان عارض من سنتين على بتروجيت انه يروح، فالصفقه ما تمتش لاسباب انا ما اعرفهاش طبعا. فالولد تاثر شويه نفسيا بالقصه دي، فانا قلت له خلاص، يعني حتى لما رحت انا قلت له والله انا ما عنديش مشكله انك تمشي، ما فيش اي مشكله خالص، والناس ما عندهاش مشكله حتى بتروجيت يعني. وسبته على راحته خالص. الولد قعد حوالي اربع خمس ايام في البيت، وبعد كده رجع لي قال لي كابتن خلاص انا هكمل معاك. قلت له اهلا بيك، عاملنا الحمد لله كويس، والولد مستحقاته ماشيه بشكل منتظم. فالامور اختلفت شويه، اختلف نهائيا بصراحه، يعني اختلف بشكل كبير، حتى صورته كمان اتغيرت في المباريات الاخيره فعلا. لا وهو كمان يعني الحمد لله بدايه الموسم بادئها معايا بشكل قوي جدا، وناوي يعمل حاجه كويسه السنه دي. فموضوع الرحيل ده انا طبعا يعني كان فيه فعلا عروض كتيره جدا له بدايه الموسم، انديه مصريه وحتى في انديه سعوديه. فحتى كان في عرض سعودي من حوالي اسبوعين كده، هو اللي رفض، يعني هو اللي رفض مش احنا يعني، فاهم؟ وبرضه انا كنت سايبه على راحته خالص، لان انت عارف الواحد لما بيجي له اي نادي مع اي لعيب صحيح انت متمسك بيه، لكن برضه بتدور على مصلحه النادي بالظبط من حيث الناحيه الماديه ومصلحه اللعيب. فالاثنين مشوا الحمد لله في اتجاه واحد، اللي هو ايه؟ اللي هو خلاص الولد اقتنع ان هو قاعد، والنادي كمان ما كانش معارض على فكره ان هو يمشي. يمكن بعد كده لما انا قعدت معاه الولد خلاص استقر خلاص هنا في القاهره، وقال لي خلاص انا موجود معاك كابتن في النادي، والحمد لله بدأ بالشكل جيد جدا، وهو فورم الحقيقه كويس قوي يعني. هو حتى اتأخر شويه عن فتره الاعداد لانه كان عنده ظروف في اثيوبيا هناك خاصه ظروف عائليه يعني. لما جه الولد لقيته حاله فنيه وبدنيه عاليه جدا، ومصر على ان هو يعمل موسم كويس، وهو مستقر معانا خلاص. وخلاص الموضوع الانتقال ده يعني قفلناه خالص، لان احنا خلاص يعني احنا بنلملم اوراقنا زي ما انت عارف يا ميدو، وده اجنبي يعني مش مصري. اكيد يعني يا كابتن، اكيد تمرجح ورايح جاي. لا خلاص عشان استقر الولد، وان شاء الله باذن الله يعني اتمنى ان هو يكون في فورمه كويسه زي ما موجود في التدريبات دلوقتي، ومنتظم بشكل كبير، منتظم معانا في معسكر الاسماعيليه، وهو موجود معانا لغايه دلوقتي، والحمد لله يعني هو ماشي بشكل جيد الحمد لله حبيبي. هو بصراحه كابتن يعني من اسرار نجاحك يعني تقدر تخلي اللعيبه تحبك، وفعلا بتبقى حاجه جميله جدا لما اللعيبه تحب المدرب بتاعها، ممكن يضحوا باي حاجه عشان يعني
يستحوذوا على حب والله المدرب. انت لعيب كوره وعارف ان نمره واحد لعيب لازم تعامله نفسيا كويس، وخاصه الاجانب دول بيبقى ليهم مود معين، بالظبط بيبقى لهم خصوصيات معينه، فانت بتسيب اللعيب على راحته خالص. وانا عمري في حياتي الحمد لله من ساعه ما قلت يعني يا تدريب عمري ما قلت لمصلحه لاعب، ولعيبه كتير جدا 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 وانا موجود، برغم ان انا كنت محتاج، يعني مثلا اقرب مثال شبيطه السنه اللي فاتت لما شبيطه جاله المقاصه ما عارضتش خالص، لان الولد كان له رغبه يروح المقاصه عشان افريقيا، انت عارف ان المقاصه مشترك في افريقيا، فما ينفعش ان انت تقول له اقعد وفي نفس الوقت هو الولد عايز يروح عايز يجرب تجربه جديده. فبالتالي برغم ان احتياجي لشبيطه كان كبير جدا، لان احنا كنا في موقف صعب جدا لما استلمت المهمه، فالولد عرض عليا وانا ما منعتش، ان طبعا انا يهمني طبعا نمره واحد علاقتك باللعيبه تبقى كويسه زي ما انت قلت كده، وفي نفس الوقت لازم تاخد اللعيب على هواه، بمعنى ايه؟ انك انت ما تفرطش في حق النادي، وفي نفس الوقت الولد يبقى مستريح، وانت كمان كمدرب تبقى مستريح اكيد في تصرفك. اكيد الحمد لله، يعني برغم شبيطه احتياجي ليه شديد جدا الفتره اللي هي يعني لما جينا فيها، لان وافقت عليه، فانا الحاجات اللي زي دي يا ميدو ما بقاش انا يعني بدوس على اللعيب، لان هو مش تاخد منه اكيد، خاصه الاجانب، انت استاذ وعارف الاجنبي ده غير المصري، يعني المصري ممكن يعني والنبي والولي وبتاع ممكن ايه الولد يعني يجي معاك شويه، لكن الاجنبي ملوش في الكلام ده، بالظبط بالظبط، وبالتالي انت بتسيبه على راحته خالص. فالحمد لله يعني هو الولد التزم معانا بشكل كبير، وخلاص يعني قضينا موضوع الخروج الاعاره دي او البيع يعني، وهو منتظم معانا بشكل جيد، والحمد لله الامور الى حد كبير جدا ماشيه بشكل جيد. عايز اقول لك ان في مسانده كبيره جدا جدا من مهندس وليد لطفي اللي هو رئيس الشركه ورئيس يعني رئيس الشركه، والمهندس خالد عبده الحقيقه رئيس النادي، وكل الناس المشاركين سواء احمد بيه فهيم انا رئيس النادي، والاستاذ محمد فؤاد المشرف على الكوره، متعاونين بشكل كبير جدا معانا، وان شاء الله باذن الله ميدو يعني نعمل موسم كويس، ونعيد بقى ايام بتروجيت زي ما انت كنت شغال معاهم كده، ان شاء الله الايام الحلوه اللي هي فيها نديه وفيها يعني منافسه اكيد يا كابتن، مراكز متقدمه ان شاء الله باذن الله، وربنا يعيننا وان شاء الله باذن الله. اكيد يا كابتن، يعني تحديات كبيره ان شاء الله السنه الجايه، بس حضرتك ان شاء الله قدها وقدود، وان شاء الله ترجع مع بتروجيت لشكلهم الطبيعي. معاك كابتن طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجيت، المدير الفني المجتهد جدا، كل التوفيق لحضرتك والفريق بتروجيت العام المقبل باذن الله. ربنا يخليك، ربنا يخليك، شكرا جدا.